اوقات بيجي لنا حالات بتبقى مستغربه ان هي عملت علاج جذور او علاج عصب قبل كده وتحت السنه في خراج. ده بيحصل وده بنعيد علاجه، يعني في حاجه اسمها اعاده علاج عصب. طيب امتى بعيد علاج العصب؟ لو حصل مشاكل في علاج العصب اللي هي بتبقى ايه، بتبقى خراج نتيجه ليه ان السنه مش متنظفه كويس وقت حشو العصب، ان حشو العصب معدي طول الجدر اللي موجود، ان في قنوات مفقوده ما اتنظفتش كويس. ده كله بنرجع نعيده من الاول، بنرجع لازم نشيل الحشو ده من الاول خالص ونعيد كل التنظيف والحشو من اول وجديد، ودي غالبا بتخلص في زيارتين لثلاث زيارات لنتاكد ان مفيش اي عفونه ولا خراج تحت السن المرغوب اعاده علاجها.